يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شفت شغلك ايه؟ بلاش رماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الله يا رب، ربنا يكرمكم. الله يا رب، ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنية. احنا اللي ولاد جنية، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سكسيه، البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية، منحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقة دي واديني مصري، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنة بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبة، انت بتشوف ايه؟ انت مش أعمى؟ انا أعمى في كل حاجة الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلوت قوي، نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي.
الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي إن أنتوا غاليين كده؟ يا ست إحنا لا غاليين ولا حاجة، الدنيا كلها مولعة، من فضلك بقى عايزين الحساب. أنا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني إيه بقى؟ يعني أنت فاجئتني. أخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما قبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه وعشرين قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش في بقشيش برضو؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ست بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علولي يعني؟ مثلا. أنا ساكن في رصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ما أجيش هنا تاني. يا ست خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية؟ خلاص، يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل، على راي المثل. كان في جره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه، انا اسمي صارمه. ياسين ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. ايه دي؟
امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبني يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيد؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك زي غيرك. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟